رجل أعمال هندي أطاح بجيف بيزوس وصار تاني أغنى رجل بالعالم كله. الهندي جوتام أداني إمبراطور الفحم اتحول من تاجر سلع لملياردير، صار تاني أغنى رجل بالعالم كله بعد ما فقد جيف بيزوس مكانته كتاني أغنى شخص بالعالم وتراجع للمرتبة الثالثة. وصل رجل الأعمال الهندي غوتام أداني بسرعة كبيرة لأعلى المراتب بمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. يمكن يحتاج إيلون ماسك اللي ما زال أغنى رجل بالعالم والشخص الأكثر ثراء برصيد 260 مليار دولار للانتباه. أداني يحتاج أقل من 10 شهور حتى يوصل للمرتبة الثانية عالميا بعد ما كان بالمرتبة 14. بعتبر هالحدث حدث تاريخي، المرة الأولى اللي بيحتل فيها شخص من آسيا مرتبة عالية بقائمة بلومبيرغ، واللي لطالما سيطر عليها رواد الأعمال بمجال التكنولوجيا. 79 مليار دولار أضافتها مجموعة أداني لقمتها السوقية وسط تفشي كورونا. 50 مليار دولار أضافها أداني بعام 2020 لثروته، وهيك بكون تجاوز أغنى رجل بالهند بخمس مليار دولار. وبعام 2022 أضاف أداني أكثر من 70 مليار دولار لثروته. والسؤال اللي ممكن يخطر على بالك، كيف بنى أداني إمبراطوريته؟ أداني بدأ مشوار حياته كتاجر صغير للسلع بنهاية الثمانينات من القرن الماضي، وبعام 2010 بدأ أول مشروع للفحم بأستراليا وبدأ مشواره بجمع الملايين والمليارات. وأكثر من 20 سنة قضاها أداني بناء إمبراطورية تجارية تتمحور حول الفحم. بيمثل الفحم 30% من عائدات المجموعة البالغة 13 مليار دولار. برز اسم أداني كمالك لمشروعات البنية التحتية بالهند. أداني وزع استثماراته بين مناجم الفحم والموانئ، محطات الطاقة، بالإضافة لأكبر شركة لتوزيع الغاز، وصولا للمطارات ومراكز البنايات وأنشطة الدفاع العسكرية. وبعام 2014 بدأ أداني فصل جديد من حياته، وارتفعت ثروته من 8 مليار دولار ل 152.2 مليار دولار اليوم. القطاعات اللي بيعمل فيها أداني لقى دعم كبير من ناريندا مودي رئيس وزراء الهند لخدمتها الأهداف الاقتصادية بالهند. استثمرت شركات عالمية كبيرة أموالها بشركات أداني. حاليا أداني بيسيطر على 7 مطارات و 25% من الحركة الجوية بالهند. قفزت أسهم بعض شركات أداني بأكثر من 1000% من يونيو 2020. هالشي بيعكس تفاؤل المستثمرين بشأن قوة التكتل بمجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، اللي منحها رئيس وزراء الهند ناريندا مودي الأولوية للتطوير. إذا كانت ثروة إيلون ماسك 260 مليار دولار وثروة جوتان أداني 152.2 مليار دولار، فيا ترى قد ايه بتبلغ ثروتك؟ ممكن بيوم من الأيام تتصدر أعلى المراتب بمؤشر بلومبيرغ؟